السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نلتقي من جديد، هذه المرة قبل الفرض الثاني للدورة الثانية وقبل الامتحان الموحد الجهوي. إذا تحت الطلب تلبية لطلب مراجعة بعض النقاط على مستوى بعض الدروس في مادة علوم المحيط والأرض، سنقوم بمراجعة هذه النقاط. وأول هذه النقاط هي مصدر الخلايا المناعية. موضوع اليوم موجه لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي مسلك عام. سنبدأ مباشرة في الشرح. إذا أول شيء سأطلبه هو غادي تاخذوا معي مباشرة الكتاب المدرسي باش احنا خدامين في القسم. إذا هذا الكتاب المدرسي في رحاب علوم الحياة والأرض. إذا غادي تاخذوا معي الصفحة 126. ده بالنسبة لهذا الموضوع ألا وهو أصل أو مصدر الخلايا المناعية. هنخدموا الوثيقة جماعة. إذا كما تلاحظون الوثيقة يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن أماكن تجميع الخلايا المناعية، إذا سنتحدث عن أماكن تجميع. والقسم الثاني سنتحدث عن أماكن التكون ثم أماكن النضج. إذا لترتيب المراحل ستكون المراحل هي كالتالي: إذا التكون أولا ثم النضج ثم التجمع. إذا على هذه الشاكلة، إذا أماكن تتكون على مستواها الخلايا المناعية، إذا أصل الخلايا المناعية، ثم أماكن تنضج على مستواها الخلايا المناعية، وأخيرا أماكن تتجمع على مستواها الخلايا المناعية. إذا نعود إلى الوثيقة. إذا بالنسبة لأماكن التكون، ستلاحظون أن مكان التكون هو النخاع العظمي. نتحدث عن العظم هنا، ننتبه، نتحدث عن النخاع العظمي وليس النخاع الشوكي. انتبهوا، النخاع العظمي ألا وهو مكان إنتاج الخلايا المناعية. الخلايا المناعية اللي تعرفنا عليها في هذه السنة هي البلعميات، الكريات البيضاء المفصصة النواة، ثم الكريات اللمفاوية بي والكريات اللمفاوية تي والخلايا البدينة بالنسبة للأرجيات. باش نضبطوا هذه الخلايا سنتطرق إلى التالي. الوثيقة بجانبها مباشرة الوثيقة 3. إذا الأصل قلنا هو النخاع العظمي، على مستوى النخاع العظمي. وكذلك بعض المقررات تتحدث عن النخاع الأحمر. النخاع الأحمر، إذا الخلايا الأم، لاحظ الخلايا الأم لأننا نتحدث عن الأصل. الخلايا الأم للخلايا المناعاتية على مستوى النخاع العظمي. بحال هاد الخلايا، إذا الكرية اللمفاوية تي تعرفنا عليها بالنسبة للاستجابة المناعية النوعية الخلوية، متعددة النواة كذلك. الكريات اللمفاوية بي تعرفنا عليها في الاستجابة المناعية النوعية الخلطية. الوحيدات، ثم البلزميات، هنا أرض البل. الكرية اللمفاوية بي هي التي ستتحول إلى بلزميات، ثم البلعميات الكبيرة. إذا هذه هي الخلايا المناعية التي سنتطرق لها في هذه السنة. إذا نعود الآن إلى الوثيقة الأولى. إذا تحدثنا عن أماكن التكون، إذا مكان التكون هو النخاع العظمي. ثم إذا النخاع العظمي هو مكان إنتاج الخلايا المناعية، وماذا؟ ونضج، لاحظ نضج الكريات اللمفاوية بي. إذا هذه الكريات اللمفاوية بي ستتكون على مستوى النخاع وستنضج على مستوى النخاع. لاحظوا جيد. إذا سنمر الآن إلى العنصر الثاني ألا وهو الغدة السعترية. الغدة السعترية تيموس هي مكان نضج الكريات اللمفاوية تي. لاحظ المكان ديال الغدة السعترية، مكان نضج الكريات اللمفاوية تي. أخيرا سنتطرق إلى أماكن التجميع أو التجمع. أول مكان ممثل على الوثيقة سنتحدث عن اللوزتان ثم العقد اللمفاوية، وغادي تبان لكم بأنها منتشرة في الجسم كامل. العقد اللمفاوية غدة كبيرة جدا ألا وهي الطحال، ثم صفائح باير. هنا ما تنسوش كذلك الزائدة الدودية،
الزائدة الدودية، وهي من بين أماكن تجمع الخلايا المناعية. نلخص هذه الوثيقة الآن بهذه الشكل. إذا أول مكان للتكون، جميع الخلايا المناعية تتكون على مستوى النخاع العظمي، تتكون على مستوى النخاع العظمي. هذا فيما يخص أماكن التكون. بالنسبة لأماكن النضج، المكان الأول للنضج هو النخاع العظمي. بالنسبة لماذا؟ لاحظ النخاع العظمي، النخاع العظمي بالنسبة للكريات اللمفاوية بي، لاحظ، ثم الغدة السعترية. الغدة السعترية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكريات اللمفاوية تي. واضح؟ جيد. بعد النضج، لاحظ تكون، يليه النضج، ثم الآن ستتجمع، بعد النضجها ستتجمع على مستوى أماكن التجمع. أماكن التجمع هي نفسها اللي شفنا، اللوزتان، العقد اللمفاوية، وهكذا دواليك بالنسبة لهذه الوثيقة. إذن الآن غادي توضح لكم الرؤية بأن الوثيقة تتقسم إلى 3 عناصر: أماكن تكون لو هي الأصل، ثم أماكن النضج، وأخيرا أماكن التجمع. إذن هذا بالنسبة لأول نقطة. ثاني نقطة سنتطرق إليها الآن هي المتعلقة بالتعاون الخلوي، لفهم ماذا نقصد بالتعاون الخلوي. إذن نلتقي بعد قليل.